فخور جدا بشغلي مع مجموعه المنيويه العظام اللي انا اشتغلت معاهم. دول اولادكم ودول اخواتكم ودول اصحابكم، وده حاجه بسيطه من اللي يقدروا عليه لو صمموا على انهم يصدقوا في انهم يمتلكوا حاجه محدش يمتلكها غيركم. شباب كتير دلوقتي ما بقتش مهتمة أصلاً بالقراية، فكان الفكرة من المشروع إزاي نجذبهم تاني للقراية. طلعت الفكرة إنه من خلال الكافيهات نعمل جواها مكتبات، وبما إن الكافيهات دي أكتر مكان بيروحوا الشباب فكده كده نقدر نوصل لهم. في المنيا بيتنفذ في مدينتين اللي هي المنيا وملوي، نعمل فعاليات فنية وثقافية بجانب المكتبة علشان هي دي اللي هتقدر تجذب الشباب أكتر، فيبتدوا ياخدوا بالهم من فكرة المشروع أصلاً ومن فكرة المكتبة. لظروف ملاوي يمكن التاريخيه، على ظروف ملاوي، على نسبه السكان في ملاوي، على يمكن شويه الاحداث الكتيره اللي حصلت في ملاوي، فكان لازم منبر ثقافي في مكان زي ده علشان يواجه كل ده. مشروع مكتبه القهوه هنا في المنيا هي مبادره، انا شايفها مبادره نبيله، بالذات ان هي بتلبي احتياج موجود عند قطاع كبير من الشباب اللي مش دايما يلاقوا مصادر سهله للكتب والقرايه. كل واحد فينا بيعيش حياة واحدة بس، لكن القراية بتخلينا نعيش بدل حياة واحدة ألف حياة. مع كل كتاب أو رواية أو حكاية بنحكيها أو بنقراها بنعيش حياة جديدة، فدي مغامرة تستحق إن هي تتعاش. هالجرايم بتنفع تجيب كل ويا غريب، والصاحب اللي ما ينفع البعد عنه قليل، سكت الهوى والناموس طار والسبع طاطا بعينه، قال ليها ده النوم يا اسطار اما الهلف ياخد يومين. خشب المراتب من الصمت في البحر ياخد مهاجي، واجب على الحر يتبع السم، تمنت لي ياخد مهاجي. العز واحد
اظن انا فاكر قبل الحرب مبكور كانت عمتك فوق راسك فين العمة يا امير عاود موت وهات العمامة غانم قلب مشكة وعزم مرير يا اخ انا خطيت وجيت بالسلامة يا سرحان ما تبكاش وشك كلهم يعمل ما بداله اكل روحي على درع انشد بكرة الصبح واجد بداله يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني بكرة الصبح واجد بداله